مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بالدرس السادس من دروس سي بلاس بلاس المايند زون. اليوم رح نبلش بناء التحكم، ورح نبدأ أول شي فيها اللي هو الجمل الشرطية. شو هي الجمل الشرطية وكيف نستخدمها؟ هلا الجمل الشرطية يعني شرط، أنا عم بشرط شغلة، باللغة العربية إذا عندي شرط إذا تحقق بعمل تعليمات، إذا ما تحقق يا ما بعمل شي يا أما بنفذ تعليمات تانية. هلا ببين معنا له عدة أشكال. رح نبدأ بأول شكل يلي هو if. هو if شرط انه انا بحدده اكبر اصغر، انه اي شرط منطقة او عملية منطقية او مقارنة، بقلب هاد ال if قوسين if، وبعدين مجموعة من التعليمات اذا كانت طباعة اي شي تاني. هلا بنشوف على الكود. فهون عندي هذا البرنامج تبعت سي بلس بلس بدايته بترويس الايو ستريم واليوزنج نيم سبيس والانتجر. هلا مثلا رح نعرف متغير انتجر x، حنأسند له قيمة 3. بعدين حقله if بينات قوسين x أصغر من 5، حقله مثلا cout طبعلي x أصغر من 5، هشوف شو بيعطيني. بما أنه هلأ الشرط محقق هو رح يطبع لي العبارة على الشاشة x أصغر من 5. طيب إذا ما كان محقق حنقول له إنه ال x أكبر من 5، بما إنه x قيمتها 3، ال 3 مالها أكبر من 5، ما رح يطبع لي شي. بنشوف شو بيعطيني على الشاشة. هو ما طبع لي، ما حط إنه ما طلع لي شي. هاي العبارة كلها تجاهلها، كله شرط تجاهله وكبه وما عطى شي. هلأ تاني شكل من الجمل الشرطية يلي هو كمان if. هلا هني كان عم يفوت على الاف، عم يختبره اذا كانت محققه ينفذ التعليمات، اذا مو محققه ما حيعمل شيء. هلا هون حقول له اذا تحققت اعمل لي هيك، اذا ما تحققت اعمل لي شيء تاني، انه اعمل لي تعليمات تانية انا بقول لك اياهم. فهون بنرجع لنفس الكود تبعنا. فهون قلنا له هلا ما حنقيد حالنا بقيمه للاكس، حنخلي المستخدم هو يدخل هالمره. كيف كنا نخلي المستخدم هو يدخل؟ cn قوسين x، حقله إذا كانت ال x أصغر من 5 اطبع لي هي else cout x أكبر من 5. هلا حنشوف شو رح يعطينا. طبعا هو طلب مني ادخل له قيمه لاكس، حدخل له اياها مثلا 6، طبعا لانه الاكس اللي دخلتها اللي هي 6 اكبر من 5. طيب اذا دخلت له اياها اصغر مثلا 1، فهو شرط الاف محقق ام طبع لي هيك. هلا ثالث شكل من اشكال الجمل الشرطيه هو هذا. هني كنا عم نختبر شرط وتحققه أو عدم تحققه. طيب أنا إذا بدي أكثر من شرط، فهون في عندي if else if else. هلا فيني حط أكثر من else if طبعا، وعدة شروط وعدة اختبارات. فهون نحنا اختبرنا أول شرط حقق نفذ لي التعليمات، ما تحقق انتقل على الشرط الثاني اختبره، إذا تحقق نفذ التعليمات، ما تحقق انتقل على اللي بعده. else هي إذا ما تحقق لا الأول ولا الثاني نفذ لي من التعليمات اللي بقلبها، وهي تعليمات مغايرة طبعا لو كل تعليمة ممكن مغايرة أو ممكن تكون نفسها، يعني أنا بحدد. كمان بنرجع على كودنا. هلا هون نحن بس اختبرنا شرط يا أكبر من 5 يا أصغر من 5 وطبعنا على هذا الأساس. طيب إذا مثلا بدي إنه أعطيه مقارنات أكثر أو إنه تحديد لقيم أكثر، حلو مثل ما قلنا else if مثلا x أصغر من 10، x أصغر من 10، فهذا شرط تاني هيختبره، حقله cout هي x أصغر من 10. بعدين حقله else. هلا شو رح تكون هون عندي؟ صار في عندي مجال، فإذا كانت أصغر من 5 حيطبع لي هيك، إذا كانت بين 5 والعشرة بيناتهم حيطبع لي هي، وإلا يعني أكبر من 10
حيطبع لي انه هي اكبر من 10. هيك اكبر من 10. نشوف شو من الورم. فطلب مني مثلا حدخل له 7. 7 شو بدها تكون؟ تكون اصغر من 10. فليكن طبعا يعني هو فات هو اي اف نفذ نفذ تبعت الاف الثاني. هلا البنية الشرطية الأخيرة اللي نحن ناخدها هي سويتش. إنه سويتش شو يعني؟ إنه هو حيختبر قيمة عددية أو متغير يعني، فحيختبر هو عند الكيس الأولى حينفذ لهي التعليمات، عند الثاني حينفذ لهي التعليمات، للنهاية طبعا إنه فيني حط له أكثر من كيس، إذا ما إنه ضبط على ولا كيس منهم أو على ولا حالة منهم حينفذ لي الديفولت تبعيته. نشوف طيب على الكود. هلا بنرجع للكود. كمان رح اعرف متغير انتجر اكس، حخلي المستخدم كمان يدخل لي اياها القيمه، بعدين رح اختبر سويتش. هلا السويتش هي قلنا بنحط بقلب القوسين انه هي حساسه لشو او هي رح تختبر شو، وغالبا عم تكون هي قيمه انتجر اللي عم نختبرها انه قيمه واحده، انه انا ما فيني اختبر مجالات، هون عم بختبر قيمة وعم شوف اذا هالقيمة بتساوي هيك او ما بتساوي هيك. هنيك كنا نختبر مجالات، هون لا. فهلا شو منقول؟ اول كيس عندي انه مثلا كيس واحد، اذا كانت الاكس بتساوي واحد وننتبه انه هون نقطتين، شو يعمل؟ سي اوت اكس بتساوي واحد. بعدين كيس الثانية الاثنين كمان نقطتين، سي اوت اكس بتساوي اثنين. بعدين اخر حالة مثلا كيس ثالثة ثلاثة كمان نقطتين، سي اوت سي اوت اكس تساوي 3. طيب الاول هون لح يختبر 1 2 3. طيب بدنا نعطيه حرية اكتر انه اذا ما كان بيساوي هيك ديفولت، يعني اذا ما ساوى لا 1 لا 2 لا 3 سي اوت سوري. هلا هون نسينا شغلة كتير مهمة، انه انا بعد كل كيس بدي اعمل له بريك. طيب ليش بعمل له بريك؟ بعمل له بريك فهو حيختبر هاي الكيس وخلص، اذا فات عليها وطبع لي الواحد خلص حيطلع، اذا ما طبع لي الواحد اذا ما نتحقق اول شرط رح يكمل، وبعد كل شرط نحط له بريك. هاي بعدها بريك. تمام. بعدين رح يختبر الديفولت وحيطبع لي هاي. كمان بدنا نحط القوسين تبعات السويتش. وهي نهايته. هلا بنشوف شو حيطبع لي. ديفولت إلا نقطتين. كمان ما لازم ننساهم. فمثلا حقول له 3 وهلا بده يطبع لي اكس بتساوي 3، طبع لي اياها. طيب مثلا 5 و33 هيطبع لي، سوري انه انا ما عندي هي القيمة ما فيني اعالجها، يعني فات على الديفولت، اختبر الشروط الثلاثة وحقق ولا واحد بيناتهم بعدين فات على الديفولت. هلا هذا البرنامج ما كان فيني نفذه على الاف والالس، اكيد كان فيني نفذه، بالعكس الاف والالس بتعطيني مجالات اكبر واريح بالشغل، لانه فينا نختبر مجالات، هون بس عم نختبر تحقق المساواة او عدم تحققه. بس في شغلة ما لازم ننساها، انه لما بختبر اف مثلا، انه انا اذا بدي اختبر اذا كانت اف مثلا اف اكس بتساوي اكس، اذا بدي اختبر بتساوي قيمة
لازم أقول يساوي يساوي واحد. لما كنا نقول يساوي هي إسناد، يساوي يساوي هي اختبار. حلو، فعلي أي شيء. خمسة مثلا، أو خلاص خمسة أو واحد. هيك بيكون درسنا خلاص، ويعطيكم ألف عافية.